موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها أولو العزم من الرسل. الله عز وجل جعل من الرسل رسلا سماهم أولي العزم، وهم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وأما الموضع الثاني ففي سورة الشورى، قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وسموا أولو العزم لكونهم أكثر الرسل امتحانا وتعرضا للشدائد، صلوات الله وسلامه عليهم، والحمد لله رب العالمين.